طيب معايا على التليفون الأستاذ حاتم الخيمي، رئيس نادي الوحدة السعودي السابق، وأيضا نجم من نجوم المنتخب السعودي. أستاذ حاتم، إزاي حضرتك؟ يا هلا ويا مرحبا حبيبي كابتن خالد، تحياتي لك ولكل المشاهدين وكل الزملكاوية، وسعيد أن أكون في قناة النادي المفضل لي، نادي الزمالك الكبير. انا عارف ان حضرتك عاشق لنادي الزمالك في مصر. أنا مجنون زمالك مش عاشق لا يعني. والله. طب احكي لي ارتباطك بنادي الزمالك، يعني رغم ان انت رئاستك لنادي الوحدة، طبعا في نادي الوحدة نادي عريق وكبير وطبعا في مكة المكرمة، احكي لنا ارتباطك بالزمالك جه ازاي؟ طبعا الوالد الله يرحمه، احنا من عشاق مصر، والشعب السعودي كله بيعشق مصر طبعا، واحنا بنعشق السعودية بس والله. الله يخليك، واحنا الوالد الله يرحمه كان من عشاق مصر، وكنا بننزل على طول واحنا اطفال، وكان هو زملكاوي قوي يعني، فكنا نروح يعني، انا هقول لك حاجات هتستغرب يعني، كنا نروح نادي الزمالك نروم، فاكر حمام السباحه اللي تطلع عليه بالدرج كده فوق، ايوه اللي صح. فوق كده كنا نحضر ماتشات الزمالك واحنا اطفال. حضرت اعتزال الكابتن الكبير الله يرحمه الكابتن طه بصري، كان الزمالك والمنتخب القومي صحيح، صحيح. وبعد الماتش رحنا على نادي الزمالك، كان في حفل مصغر على البسين حضرناه برضه. ف كان عندك كم سنة ساعتها كابتن حاتم؟ والله مش طفل، مش عارف 6 7 سنين، حتى يا كنت صغير جدا. عارف الصدفة ازاي يعني، بعد سنوات سبحان الله، كان الكابتن طاهر بصري يدرب نادي الاتحاد في جدة، صحيح. وانا كنت ايوه وانا في نادي الوحدة طبعا، فقابلته سلمت عليه، ويعني انا بحبه كنت قوي طبعا، الجيل هذاك طبعا، وكلكم انتم حتى انت لك محبة كبيرة عندي حبيبي يا كابتن كابتن حاتم، حبيبي. بجد والله، فكلمته قلت له فاكر العيلة السعودية اللي قبل، قال لي ايوه، والهدايا لحد دلوقتي عندي وكذا، قال لي ببص لي كده الله يرحمه، قال لي اوعى تكون انتوا، قلت له انا، فحضني وكده سبحان الله، قابلته وانا طفل وقابلته ضده كلاعب الله يرحمه، وفضلت فعشت رغم الزمالك بالنسبه لي. لعبك كرة القدم وفي نادي الوحدة ثم رئاستك للنادي، فضلت كطفل بقى مرتبط بنادي الزمالك، ان انت طفولتك شفت النادي من وانت صغير. طبعا يعني انا بص يعني انا وحداوي طبعا، نادي مكه المكرمه اكيد طبعا. واكبر اعرق نادي في السعوديه، والزمالك بالنسبه لنا يعني، انا بالنسبه لي الوحده والزمالك يعني حاجه كبيره في حياتي بامانه يعني، يمكن بكلمك هتستغرب، بص انا ممكن اجيب لك تاريخ اللعيبه الزملكاويه في كل الالعاب، وازاي كنتوا بتعملوا، ترى انا صانع العاب برضو اشول يعني والله يعني احنا زيك. شول زي بعض يعني. بحبك رضا عبد العال، كابتن حماد عبد اللطيف، الحراريف بتوع الزمالك طبعا، وقبل كده طبعا كابتن حسن الشحاته وفاروق جعفر وطه بيصري، واللعيبه الكثير ما شاء الله على الزمالك مروا، لعيبه كبار، حازم امام، وطبعا وانا رئيس كمان جبت ميدو درب عند والله معايا في يعني نادي حضرتك الوحده. ما كنت مكان ميدو مدرب للوحده، كنت حضرتك رئيس النادي. طبعا طبعا استعنت بميدو صراحه يعني، وكاسونجو صراحه كابونجو اعتقد برضو. كاسونجو برضه صح، كاسونجو جانا اول ماتشين حصل له كسر في الترقوه، صحيح. بعد كده وصل لحق اخر 4 ماتشات سجل في كل ماتش هدف يعني، في اخر 4 ماتشات سجل في كل الماتشات. صحيح صحيح. واعتقد ميدو عمل نتائج حلوه في الفتره اللي كان موجود فيها. جدا عمل 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 جبار، وانا بصراحه ميدو يعني لازم يدرب فرق كبيره، ولازم ميدو فكر مش طبيعي بامانه، مش بقامله صحيح مش بقامله يعني، انت عارف الدوري السعودي السنه اللي انا كنت فيها رئيس كان معالي المستشار تركي آل الشيخ صحيح رئيس هيئه الرياضه، كان في مدربين عباقره في الدوري السعودي يعني، صحيح. مدربين كبار هو مستشار يعني تركي صراحة عمل طفرة كبيرة جدا جدا، بالظبط شخص دؤوب جدا وبيحب ينجح في أي مكان يكون فيه. بالظبط، فكسبنا ماتشات كبيره، كسبنا النصر والاهلي والهلال يعني، عملنا يعني ميدو عمل نتائج رائعه صراحه، واتمنى له التوفيق ان شاء الله يرجع للتدريب، لانه يستحق انه يكون مدرب كبير بصراحه. طيب عايز اسالك بقى على المنتخب السعودي، المنتخب السعودي بيتبوأ المركز الاول في مجموعته في تصفيات كاس العالم، وخلاص يعني قريب جدا جدا، ويمكن اسهل مره نطمن عليها
بنطمن فيها على المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم، يعني تحس ان هو لا شخصيته واضحة، مسيطر اي فريق يهابه، لدرجة حتى ان المنتخب الاسترالي كان دائما يفوز على المنتخب السعودي في استراليا. يعني الماتش الاخير ده لم يستطع المنتخب الاسترالي، بل بالعكس كمان كان المنتخب السعودي هو المسيطر على هذا اللقاء. يعني فكرة بقى الاستعانة بمنتخب الشباب في مونديال العرب، هل انت شايفها صائبة افضل ان هيرفي رينار عمل كده ولا لا؟ طبعا لا شك احنا يعني الحمد لله عندنا منتخب قوي جدا. هيرفي رينار مدرب اكثر من رائع بصراحة، مدرب كبير كبير، يعني عمل جبار مع المنتخب السعودي. صحيح. بص احنا البطولة انا مع الفكرة انه ما نشاركش بالمنتخب الاول. طبعا في ناس بتبص تحت رجليها، يعني يقول لك عاوزين نشترك عاوزين نلعب. احنا عندنا انعكس منتخب مصر مثلا، احنا عندنا منتخب جاهز ومتصدرين المجموعه ومنتخب قوي. صحيح. وقريب جدا من التاهل مش لكاس محتاجين العالم. الاستعداد بالضبط، مش مستحق مش محتاجين استعداد، مش يعني عندنا منتخب جاهز خلاص، احنا جاهزين. بالعكس اللاعبين محتاجين راحه شويه في الفتره دي. عندنا مجموعة لاعبين يعني تهروا مساكين، لعبوا ماتشات كتير مع انديتهم مع المنتخب، زي سالم الدوسري، سلمان الفرج، يعني دول نجوم كبار قوي في المنتخب السعودي. صحيح. وبالتالي يحتاجوا لراحة. انا اعطيك مثل بسيط، يعني زي ما يقولوا اللي اتلسع من الشوربة ما ينفخش من الزبادي. ينفخ من الزبادي. قبل 2006 كان عندنا جابريل كالديرون مدرب منتخب كالديرون السعودي. المدرب الارجنتيني. ايوه برافو عليك، عمل نتائج جباره وتاهلنا لكاس العالم. كان قبل كاس العالم بثلاث اربع اشهر كده بطوله غرب اسيا، اسمها بطوله غرب اسيا. شارك المنتخب وراح معاهم كالديرون. تمام. المنتخب عمل نتائج وحشه وخسر بنتائج يمكن اتذكر من العراق خسرنا 5. عارف عملوا ايه؟ شالوا المدرب وغيروا اللعيبه وغيروا كل حاجه. يعني كل العمل اللي عمله المدرب في التصفيات بالضبط كله راح. فالفكره الان انا متاكد انه مفكروا ذا التفكير، انه ليه ندخل المدرب رينار ونفس المنتخب ممكن يحصل اي نتائج. والله عندك حق، يعني ممكن يبتدي يقول الاصوات والصحافه والاعلام اكيد اي خساره للمنتخب السعودي لن ي... لن ي... لن يتقبلها يعني الشارع السعودي. بالضبط. وفينا في ناس كده، احنا عندنا بص عندنا رضا عبد العال كتير هنا برضه زيكم. طب عايز اسال حضرتك سؤال، رايك في اداء المنتخب السعودي؟ هل كان من الممكن تكوين منتخب تاني اقوى من المنتخب الموجود دلوقتي، ولا هم لم يظهروا بمستواهم في مباراه الاردن؟ برافو عليك، سؤال جدا مهم. هو شوف احنا المنتخب ده ترى مش منتخب رديف او منتخب، لا ده منتخب يعتبر منتخب شباب يعني. عارف يعني. وبالتالي احنا عندنا بيعملوا ايه في الفتره دي؟ في ماتشات مؤجله. صحيح. الفرق اللي كانوا بيلعبوا في اسيا، الهلال والنصر، فاستغلوا الفرصه حيلعبوا الماتشات المؤجله. صحيح. فما خدوش اهم اللاعبين للسبب ده. فشفت المنتخب ده راح بالاسماء دي عشان الفرق مثلا لو خدوا من الهلال والنصر حيرفضوا يلعبوا الماتشات المؤجله بتاعتهم. صحيح. وبالتالي استغلوا الوقت ده للعب المؤجلات واللعب بعناصر العناصر اللي شفتها الصغيرين. وصراحه يعني الماتش الاول مع الاردن يعني يمكن اخر ثلث ساعه نتفرج على الماتش، يعني كان المنتخب السعودي يستحق التعادل، يستحق التسجيل. يعني صحيح. في هدف صحيح. رغم حتى انه ساعتها اطرد منهم واحد. بالضبط. وحتى في هدف تسجل مشكوك في يعني بالضبط تم الغائه. صحيح. ان هو في زقه كده. كان في زقه. تعادل وبكاري جسام يعني لغى الهدف. فكان ممكن تخرج تعادل على الاقل، لكن احنا هدفنا في البطوله يعني انت زي ما يقولوا داخل في الربح خارج في الخساره. يعني لو خسرت انت ده لاعب بلعيبه صغيرين ما فيش مشكله، ويمكن تكسب لاعبين للمستقبل احتكاك قوي في البطوله ان شاء الله. صحيح صحيح. لكن تتوقع ان مستوى هؤلاء اللاعبين يتحسن في المباراه القادمه؟ والله شوف، هو طبعا ماتش فلسطين ماتش المغرب صعب حيكون، تعرف فوارق الكواليتي يعني الخبره، لاعبين المغرب لعيبه كبار. صحيح. ممكن ماتشات صعبه حتكون، لكن الثقه ممكن حيكسبوا الثقه انه يلعبوا ماتشات وكذا. هو اهم حاجه ممكن تخسر، بس لو تخسر زي خساره الاردن بصعوبه،
تلعب ماتشات كويسه، تقدم مستوى كويس. مش مطلوب من اللاعبين هذول انه يحققوا البطوله وينافسوا، صحيح. مطلوب منهم انه يقدموا مستويات ممتازه، وانا متاكد انه الجهاز الفني والاداري بيكلموهم كده، يعني العبوا استمتعوا ورونا مستوياتكم، انتم بعيدين عن الضغوطات. طيب رايك في اداء المنتخب المصري في اولى المباريات امام المنتخب اللبناني، والمنتخب اللبناني من الفرق كمان التي تشارك دائما في تصفيات كاس العالم يعني، وساعات في بعض الاحيان بتعمل نتائج كويسه. بالضبط. انا بص، المنتخب المصري انا في الماتش الاول يمكن في ناس مش مستاء، بالعكس المنتخب المصري لعب ماتش كويس ويعني اضاع فرص كثير، وكان لاعب وان سايد جيم تقريبا، صح؟ صحيح، يعني كان ضاغط الشوط الاول بالذات. لو تسجلت الفرص كان فاز 4-5 المنتخب المصري. طيب. بص، منتخب لبنان صح كاسم مش قوي في اسيا او في الكره العربيه، ولكن لو تلاحظ نتائجه في تصفيات اسيا بيخسر بصعوبه من كوريا، بصعوبه من ايران. صحيح. يعني تخيل ايران دلوقتي من اقوى المنتخبات في اسيا، خسر منها ازاي؟ كان كسبان 1-0 في الدقيقه 90 سجل في التعادل، 94 خسر 2-1. يعني اللي بيفكر انه تفضل والصورة قطع، بس انا سامعك، تفضل. ايوه، المنتخب المصري يعني المنتخب اللبناني فريق سهل جدا وممكن يخسر 4-5 بسهوله، غلطان. يعني منتخب كويس، منتخب بيدافع بشراسه، وشفتوا حاول الجون بتاعهم ممتاز، صد كور كثير. وبالتالي النتيجه انا اشوفها كويسه للمنتخب المصري. واصبروا على كيروش شويه، اصبروا على كيروش شويه، ان شاء الله حيعمل نتائج كويسه ان شاء الله. انا متاكد، بص، لحد ما يوصل لبطوله افريقيه حتشوف التشكيل المنطقي المناسب للمنتخب المصري. يعني اعطيك مثل، ترى انا مصر ككره قدم متعه من امتى ما لعبتش؟ من 2010، صح؟ صحيح. ككره متعه صح. ما فيش، صح. كوبر لما جاء لعب بمنطق، ما لعبش بمتعه، ووصل نهائي كاس العالم، وصل نهائي افريقيا. اعطيك مثل بسيط، يعني كوبر ليش كان بيدافع؟ نقطه فنيه، على حسب القماشه اللي عنده. برافو عليك. ومش القماشه، انت لاحظ قلوب الدفاع في مصر دائما بطيئين، تمام؟ مع كوبر مثلا كان مين؟ حجازي علي قبر، صح؟ صحيح. كانوا هم المدافعين. بطيئين الاثنين. تخيل انت لو بيلعب من قدام، بيدافع من قدام، تخيل حيعملوا سبرنتات الاثنين، صحيح، حتلاقي مساحات بالضبط. فهو كان بيرجع الفرقه ورا، ومعتمد على واحد زي محمد صلاح، تريزيجيه، سريعين، ونجح في لكن المتعه طبعا، الكره المصريه متعوده على المتعه، والزملكاويه بالذات يعني كره الفن. رايك في استبعاد طارق حامد يا كابتن حاتم؟ ها؟ رايك في استبعاد طارق حامد؟ طبعا انا لا، طارق حامد لازم يكون موجود. يعني بصراحه يعني لازم يكون موجود. رقم 6 اللي بيقاتل دفاعيا هو رقم 1 في مصر. صحيح. وطبعا صحيح. وبعده حمدي فتحي ك6 دفاعي يعني. صحيح. وبالتالي لازم يكون موجود، خاصه في الماتشات. منتخب مصر حيقابل منتخبات جامده في افريقيا، وايضا في الماتش الفاصل في للتاهل كاس العالم، محتاج طارق حامد بالتاكيد. ولانه لاعب مقاتل كمان، مش بس لاعب كويس. صحيح. لاعب مقاتل، كل فرقه لازم فيها 2-3 مقاتلين غير الحراريف، غير الفنانين يعني. وبالتالي ان شاء الله حيرجع في الماتشات المهمه ان شاء الله. ان شاء الله. استاذ حاتم الخيمي، او كابتن حاتم الخيمي، بشكرك على وجودك معايا. حبيبي، كلمه اخيره. انا شو، انا بحب مصر قوي، بحب المصريين، وقاعد هنا مع اصدقاء مصريين فعلا. الاستاذ، بص، متخانق كل يوم في الاستاذ حسن مكي زملكاوي، الاستاذ هاني الاغا اهلاوي، الاستاذ محمد عطيه اهلاوي، يعني خناقات. وصل الاستاذ حسن مكي، بنحبك يا كابتن خالد. حبيبي تعالوا. السلام عليكم حبيبي. بنحبك خالد من زمان يعني. الله يخليك. يعني احنا محظوظين بيك، ودايما قناه الزمالك احنا والكابتن حاتم هنا دايما نتفرج عليها، هي الوحيده اللي بنتفرج عليها بصراحه. حبيبي بشكرك يا كابتن حاتم، ودايما كده انه بقى في تواصل ما بيننا وما بينكم ان شاء الله باذن الله. حبيبي يا بندق، تحياتي لك ولكل، ودايما منور كده في الاعلام زي ما كنت منور وانت رايح نجم كبير. تحياتي لكل الزملكاويه ولكل المصريين طبعا،
وان شاء الله الزمالك من بطوله الى بطوله ومن فرح الى فرح ان شاء الله. شكرا استاذ حاتم الخيمي نجم المنتخب السعودي ورئيس نادي الوحده السعودي السابق، بشكرك على مداخلتك القيمه وكلامك الجميل.